يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وبعض مدن وعواصم العالم.